الدبلوماسية الرقمية مفهوم جديد تطور في السنوات الأخيرة ليجمع بين الدبلوماسيين من جهة والناشطين على شبكة العنكبوتية من جهة أخرى. وزارتي الخارجية الأمريكية والبريطانية تشجع ومنذ فترة العاملين لديها وخصوصا الدبلوماسيين الملحقين في بلدان أخرى إلى التواصل مع محيط عبر الإنترنت. تويتر وفيسبوك ومدونات الخاصة تبقى وسائل المفضلة للتواصل. ومن هو أفضل من السفير البريطاني توم فلتشر ومستشار وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون التواصل أليك روس أو جيمي ليش أحد الشركاء في مؤسسة بورتلاند كوميونيكيشن للتحدث عن هذا الموضوع في الجامعة الأمريكية في بيروت؟ وباختصار يقول توم فلتشر أن تويتر سمح له بالتواصل مع أشخاص يصعب عليه لقاء في الحياة الطبيعية في لبنان أو خارجه، مما يجعل معرفة الدبلوماسي لبلد معين وتقديره لحاجاته تتعدى المسؤولين الرسميين الذي يلتقيهم. أما أليك روس فيعتبر أن التواصل عبر الإنترنت من دون رقابة يجب أن يكون بناء وإيجابي بالنسبة لشعوب الدول النامية التي تعتمد ولا تختصر فقط على الانتقادات أو التجريح أو حتى التجييش. اليوم يمكن القول أن الدبلوماسية ذهبت باتجاه التطور الرقمي بالرغم من قضية ويكيليكس، فهل يمكن للديمقراطية أن تجد انطلاقتها أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟